يلا انا هوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الاعزاء، يا اهلا وسهلا فيكم، والله يحييكم معنا. والمخرج قال انت هوا وانا جالس احول الفلوس على ولدي. الله يحييكم معنا في فقره خيرات، هالفقره الجميله اللي انتم نجومها وانتم متابعيها وانتم الداعمين الحقيقيين لها، حتى نستمر ونتواصل وياكم باذن الله دائما في الفائده والنقاشات الجميله المثريه بحضور سالم بن سعيد الذي كتبت عنه في سنابي قبل امس او امس، وكذلك في تويتر وفي انستغرام، كلام جميل هو يستحق. حاضر اعلامي حاضر وماهر ومكتسح الدنيا، هذه وجهه نظري الشخصيه وليس مجامله بحكم القرب منه، ولكن هذه حقيقه. تؤيدوني يا شباب ولا انا جالس اجامل؟ نعم نؤيد. طيب تحيه لسالم بن سعيد. استاهل استاهل. حمس بسطك مع نفسك. طيب حلو، الله يطول بعمرك. مدحته فك الغلوقه ذي. اي لا خليك شوي زايد. حلو اخر الحلقه بسحب السحاب. هيك الله يسامحك. يا مرحبا يا ابو عبد الله. نور الدنيا. الله يعزك يطول بعمرك، وانا سعيد جدا يا ابو عبد الله، ولكن عندي تعجب وعندي تساؤل. ابي اسالك، وش الفكره جايبنا في طاوله اجتماعات؟ مو بطاوله اجتماعات، هذه اسمها طاوله طعام. صح. احنا الشباب بيض الله وجيه معزمين اليوم على العشاء. بيض الله وجيه. فاحنا قلنا دام على العشاء خلونا نحضر من بدري على طاوله الطعام. والله اللي مرحبا. زين وتعشينا نقلنا مكان اخر بياله شاي على الماشي برا. يا سلام. بيض الله وجهك، انا جدا سعيد على هذه العزيمه ومنظرها ان شاء الله. انا ما راح اطلع. هم بيتقدمون لنا ان شاء الله. احنا نطلع وانتم خلكم بهذا. احنا بنمشي. شنو الليل؟ عز الاسلم يا عبد العزيز، منور يا بن شمر. بعد حيا الوجه. ونعم فيك والله، ونعم في قبيله شمر وجميع القبائل. والله ترى انا المدح الزايد مو نفس هذا، انا ما افكر في ترمي الكاب. اي والله وجهي يصير احمر. احمر يصير طماطه. طماطي. مرحبا بك يا حسين العجمي، فارس نسخه زد رصيدك. الله يسلمك. نجم جمهوره وانا صقر. نجم جمهوره والكابتن المحلق بغطره البيضاء الجميله. الله يسلمك ابو عبد الله. اول شيء الله يحييك تحيا السيف انت وسالم، وان شاء الله تكون ليله حلوه ولطيفه. ابو عبد الله لا تخليه يطول. انا يذكرني حسن بشخصيه بغترة البيضاء هذه، تعرفون البومات اول فنانين اللي يحطون الصور. والله احلى البوم. الله يوفقك. اللهم امين. سار حسن سمعنا شيء. اوه انت كذا دائما تجحفني يا ابو عبد. سمعنا شيء خارج الصندوق، يعني ذيك الايام في زد رصيدك انت الوحيد اعتقد اللي جبت اغنيه او شيء باللحن التركي او اللهجه التركيه واللغه التركيه. صح. عطنا شيء كذا خارج الصندوق يعني. وقد غنيت لك الابن باز. ايه تموج السطور. تموج السطور بذكر ابن باز. ايوه كمل. ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور. حياة تسامت بنور اليقين، وعلم أضاء في كل الصدور، كفيف وأبصار جسر النجاة، وكم من بصير أضاء الجسور، وكم من بصير أضاء الجسور. الله الله. تحيه الحسن العجمي. تحيه الحسن الشباب. مو بعاجبكم الوضع؟ لا 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 يستاهل حسن. يستاهل يستاهل. بيض الله وجهك. اقف له. الله يعزك ويعز شانك ويرفع قدرك. واللي يعجبني فيك يا حسن انك تحفظ الاشياء ذات قيمه، مثل هذه الكلمات اللي عن الشيخ باز رحمه الله عليه. اسال الله ان يسكنه الفسيح جنانه. احنا لما نتكلم عن باز، خليني اسالكم سؤال، وش الشيء اللي يتميز به باز في ذهنكم؟ او اقتبسوا سالم عز، ابن باز عالم من علماء الامه. اعطوني كذا من الاشياء اللي انتم تحبون ابن باز من اجلها. ما ابغى حشركم اعطيكم مثلا اقول غير الشيء هذا، لكن بعطيكم مجال كامل. سالم. ابن باز تميز بقوه الحفظ. ايه. الله عز وجل اخذ بصره وهو صغير. وانا ارى الله عز وجل بصيرته. الله. فابن باز سبحان الله ما تجد شخص يذكر ابن باز الا ويدعيه، يدعي له لانه احيا شيء في صدور الناس جميعا. تجد ان في بعض المحاضرات له تجد الطلاب عنده بالالاف. ليش؟ لانهم عرفوا هذا الشخص، عرف ان الله عز وجل وفقه لعلمه واستخدمه لعلمه. يا سلام. عليه رحمه الله. عز بن باز للامانه في اشياء
في الدين نسمعها ونحس انها صعبه احيانا مثلا تفسير او الى اخره، فابن باز كان يبسط لنا الاشياء هذه يعني، فتفسير يعني الحديث والاشياء هذه كان يبسطها لنا ويطلعها بشكل مبسط شوي. ومن الاشياء عند كثير من الناس يمكن بمجالسنا تسمعونها خصوصا الكبار بالسن، لما يقولون قال فلان وقال فلان وقال فلان يقولون جزاك الله خير جزاك الله خير، لكن لما تقول قال ابن باز خلاص كأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لمصداقية ولثقة الناس في علم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. أنا من الأشياء اللي أقتبسها سبحان الله دائما أستدل بها، وادي الله يمتع بالصحة والعافية ومسي عليه سعيد بن علي الغامدي مع عليكم وزوج جميعا، من الناس اللي يعجبوني في فكرة أنه الهندام والشكل الخارجي مو بكل شيء في الحياة، ولغته دائما يقول إنسان الناس يقيمونه بناء على مخبره لا مظهره، زين وإن كان المظهر إنه يكون جميل إن الله جميل ويحب الجمال وأهم شيء النظافة فيه، ولكن الواحد يروح يتكلف مثلا يروح يشتري لي براند مثلا شماغ بألف ريال بألفين ريال إلا إن كان عنده قدرة مادية والله رزقه وما تمثل أمر هذا ولا يعني 1% وأقل من 1% عادي. فهنا أنا أتذكر ابن باز رحمة الله عليه كيف قبول الناس له، برضه يا ابو عبد الله خليني اكمل كيف قبول الناس له ابن باز. فيه يعني شيخ ابن باز رحمه الله عليه شوفوا الصور له تلقى الشماغ تحس ان الشماغ قديمه وجهه اطول من جهه لانه كفيف ربما ما يعرف صح، ومع ذلك مقبول ومحبوب وان كان يعني الشكل الخارجي زين هو جميل، لكن في نظر البعض ربما يقول ما عنده ذيك البراندات ابن باز، لكن قبله الله فانزل احبه، فلما احبه انزل محبته على البشر على الملائكه فاحبوه، فانزل الله له القبول في الارض فاحبوه من هم على هذه البسيطه. الله هذا واحد ابن باز. اثنين من الاشياء اللي عن ابن باز رحمه الله عليه، يعني ابن باز متواضع، ابن باز قدمت له الدنيا فاختار الاخره، يعني قدمت له الدنيا، وفي قصص وردت عن باز وابن عثيمين وغيره من العلماء. وايضا الله سبحانه وتعالى لما يتحدث عن العلماء ايش قال الله في كتابه؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. وش معناه يا سالم؟ انهم اللي عرفوا الله عز وجل حق المعرفه فهم اكثر الناس خشيه لله عز وجل لمعرفتهم بالله عز وجل. شوف كيف يعني اخشى الناس لله سبحانه وتعالى من؟ هم العلماء. الرسول ايش قال؟ العلماء ورثت الانبياء صح ولا لا؟ هم العلماء لهم التقدير والاحترام والمعزه. ابن باز ترى كان من السمات المعروفه عنه كان هيبه، معروف عنه الهيبه. فسبحان الله ذكرني في موقف قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، قال يا عمر سبحان الله تجدنا بعض الاشخاص اذا التزم تحسه يضعف. ليش تضعف؟ دين الله عز وجل هو دين العزه ودين القوه، تضعف ليش؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر أخوار جبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ الله كان جبار في الجاهلية، يوم أسلمت تكون خوار في الإسلام؟ لا يا عمر. فعمر رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه الفاروق لأنه هو اللي فرق بين الحق والباطل. كانت الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عمر رضي الله عنه كان في دار ابن أرقم، فعندما أسلم عمر خلاص قال يا رسول الله إحنا على حق؟ قال نعم. قال إذا نخرج، فخرج عمر رضي الله عنه. فكانت من سمات ابن باز رحمة الله الهيبة، كان رجل يتكلم أسمع، رجل إذا تكلم نطق بالحق ولا عليه فاحد ولا يخاف من أي شخص. ليه؟ يعرف على حق، يعرف مقدار الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعرفوا هؤلاء العلماء أن هذه الكلمة سيأخذها ناس من بعدهم فما يتكلمون إلا بالحق عند كائنا من كان. يا سلام من القصص الحلوة. احنا لما نتكلم عن باز جاب الكلام بعضه بعض، والسؤال احنا جالسين في جلسه نستفيد منكم تستفيدون منا وحنا والجمهور يستفيد وحنا نستفيد منهم، وفي سؤال نستفيد من بعض كلنا نستفيد من بعض. ريحت الله يبيض وجهك. الجمهور الكريم ترى في سؤال على فكره لكم في هاشتاج سوق القريه 23 صح اليوم؟ السؤال لا اليوم 23 امبارح 22 سوق القريه 23. السؤال يقول تفضل يا سامع عبد الجمهور السؤال. السؤال يقول من هو ثالث الخلفاء الراشدين؟ حلو، سؤال جميل وسهل جدا وواضح. الاول ابو بكر وعمر والرابع علي بن ابي طالب، الثالث من هو؟ بحرف العين عثمان بن عفان. عثمان بن عفان واجابه صحيحه. عز الاسلمي وراحت الجائزه العز الاسلمي وحرم منها الجمهور. عبد العزيز الشمري الاسلمي هو اللي حرمكم يا جمهور من 300 ريال حسبي الله ونعم الوكيل. تدري يا ابو عبد الله هذا هو الحسد وهذه الانانيه. تدري يا ابو عبد الله انا بعطيكم اياها خلاص ترجعوا. الله يطول عمرك. تدري يا ابو عبد الله لو اني طالع في الرجال ذا مساء الخير شهاده للجمهور السرور هذا سهل، وانا ما زلت تراني اؤمن في هذا الرجل في نشيده وصوته. حاول انك تراجع نفسك اكثر صوته احيانا تنكب نفسك بنفسك. ليه ليه حاسد
ماني بحاسد يا اخي، بس انا يسموني مكتشف المواهب. باغضك سالم الله يهديه، توه جديد في الاعلام فلا يورطك ويخليك تصدق نفسك. انا اعرف الناس الله يجيب وجيهه ترى يا ابو بس هو قال منشد ما قال شيء. قال منشد؟ إيه؟ حتى المنشد كثير عليك. صدق صوتك زين يا عز؟ لا لا صوته زين. لا لا نسمع نسمع شيء. صوته زين. يلا انا زين لي انا بس مو زين للجمهور. دغش افتح مايك بالله. لا 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 شباب بالله خذوا الاثنين ذولي الصوره 4 6 وخلهم يمشون. حسنا في الاحوال بس. بداية موفقة بداية موفقة إن شاء الله، وإن شاء الله أنها تكون نهاية موفقة. نوري الدنيا نورك. تقول ليش يا ناصر ما يحضرون الفقر؟ ما أدري ليش أنا استأذنت منك. تدري يا أبو عبد الإله استأذنت دقيقتين رجعت بيض الله وجهك. أنتوا دغش في شركة واحدة تشتغلون إيكيا ولا وين؟ صار الشباب ما يحضرون الفقرة من ذبات. ليه بالعكس يا شباب؟ شوف الشباب الحين ذب. والله عشان ذب على دورة. لا والله عشان يحبك واللي أحبه وعزة ذب عليه. ذبوا علي ترى. لا والله. خذ راحتكم. تبلوني واحد من إخوانكم الصغار. أنا باقي إني أنا بدايتها بس اصبر. زين البرنامج بنتي قريب إن شاء الله. ما يمدينا على بعض. طيب عز الأسلمي سالم يؤمن فيك وبصوتك. أنا أؤمن فيك يا عز. أنا اللي أعرف عرضتك يا عز الأسلمي ما شاء الله تبارك الله، لعبك وعرضتك تبارك الله مبدع. يعرف يلعب؟ طيب والله ما شفت. شفت إنك ما تعرفه صح؟ عشان كذا أنا راجع حساباتك. طيب اختار يا تنشد اسمع. لا يا تنشد. ما ينفع. كل واحد يعرف لي. إذا أنت تعرف إنه يعرف يلعب وذا. يا مخرج بالله جيبوا لنا شيلة كذا حقت لعب وعرضة. يلا. اليوم الخيرات عندنا. الخيرات إن نلعب. ونخلي عز الأسلمي يشوف لعبة. عطوه السيف. مخرج بالله شفنا مهند الصوت. على العرضة. ترى عز ما يلعب أي شيلة. عرض ايش؟ يعني زي عرضتهم هل هي العرضه النجديه؟ العرضه النجديه بشكل عام. العرضه النجديه شباب في زحمه سوالف في حماس. خلاص انا بنشده بنشده عشان سالم. لا انا احس انه خلاص يبي. لا بالله سمعنا سمعنا. طيب شباب خلينا نسمع بيسمعنا صوت الجميل. شو تسمعون انتم؟ والله شوف يا اخي على حسب البوم الاخير وش كان. البوم هنا يا حبيبي قلبي. البوم هنا يا هذا المكساج. سمعنا صدى يا جماعه كيف ما فيكم حميه سيف صيح الضحى ما تسمعونه تسمعونه من يعاوني على ربعين هنية من بغى درب المراجل يمنعونه يمنعونه سلام الله فيكم حمية سيف صيح الضحى ما تسمعونه من يعاوني من بغى درب الشراج يمنعونا سلام عليكم. تحية لكم. تحية 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 تحية. ايش الحماس؟ جال يخرب الجو يا شباب. جونا مبسوط. عفوا بزين الجو زين. ارحب ترى حيوان المطر. ذبة عطك. هذا المجرب حقيقة. انتظار الذبة. بس الاهلي فاز عليكم 5 ولا لا؟ شباب. شباب ولا لا؟ قصدك الشباب. الشباب فاز على الاهلي؟ لا الاهلي فاز على الشباب. الاهلي فاز على الشباب. كم فاز؟ حلو المخرج 3-2 عطاك 3-2 3-2 بيض الله وجهك. طيب حياك الله يا عرجاني صاحب الابتسامة الساحرة. بعض الناس الله عطاه قبول وأنت من الناس اللي كتب الله لهم القبول في بس رؤيتك. زادك الله من واسع فضله. تحية للعرجاني المبدع. شو رايك يا سالم؟ والله يا ابو عبد الله ترى هو ما شاء الله قبول وصوت جميل بعد. صحيح. انت اليوم ايش عندك يا انا تو جلست مع الموسيقار. توزع على الشباب. انا جلست مع شباب الشادي فهمت واي واحد اشر صوته حلو. فجيت عند الشباب اي واحد اشر بس ما طلع نفس الموضوع. لا لا صوته لا صوته جميل جدا. والله انا اللي عارف انه سوداني كويس يقلد. لا لا هو الصفة دي كلهم يعني اصواتهم زين. الصفة دي الله يخلع عن الصفة دي. لا لا مو بصوته زين. لا لا مو بصوته زين. مو بصوته لا انا ما بصوته صوتك في القران خليك على القران. خلي غنينا حقت سعد بن جدلان. لا لا بالله خلنا خليك على القران. ما شاء الله المقطع حق القران شوفه ما شاء الله مشاهداته حلوه في تيك توك وفي بعض صفحات التواصل. الله يبارك الله يجزاك خير. الله
الله يبارك لك. عن وجهك ما شاء الله وجه خير ما شاء الله. والدك يسر طول عمرك. بعدين تعطيك كبت سبت تقول لا وجهه وجه خير. اللي داير علي فهمتني خلاص احنا قلنا ابتسامتك حلوه بس ما تحزن. تعبان ما يحزن والله واصل الابتسام خليك والله ما تشوف شيء سميك سحر الابتسامه ما شاء الله عليك. يهوجس يهوجس واجد الرجال ظني انه يحب. الرجال متزوج عنده ولد. الرجال متزوج عنده ولد. متزوج انت؟ الله الله ما شاء الله متزوج ما شاء الله تبارك الله. وانا اقول يحب ما شاء الله تبارك يحب زوجته. طيب زوجته زوجته الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بحب عائشه قال الصحابه واحد من الصحابه قال من احب الناس لك يا رسول الله يفكر انه بيقول انت لان الرسول بتسب وجه الجميع. قال عائشه فصرح بحب عائشه امام الرجل مو بعيب الواحد يصرح باسم بحبه لزوجته بالعكس يرفع راسه فوق واللي ما يحب زوجته يلتزم. طيب انت من تحب يا نور؟ انا؟ ايه حب الله بعد الله واحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب الاسلام حب امي حب ابوي حب عيالي حب المجتمع حب زوجك قلت عيالي اوكي حب طلال الهندي الشيباني تحيه طلال الهندي الشيباني عزيز اللي اعطاني اليوم هالشماغ وقال لي ايجار منتهي التمليك الله يسعدك يا ابن زهيان اربع قدرك. طيب سالم مثل تجمعنا هذا الجميل احنا نبغى نسال الجمهور سؤال. الجمهور دائما احنا موجودين حاضرين مستانسين مبسوطين نبغى نعطيهم اليوم جائزه 300 ريال سعودي وليس يمني. تبي سؤال؟ اي انا تراجعني الوضع يلا السؤال عز الاسئله يقول شيء خرب يخرب السؤال ايه؟ السؤال من هو سيف الله المسلول؟ من هو الصحابي الذي لقب بسيف الله المسلول في سوق القريه هاشتاج سوق القريه 23 اعطونا الجواب و بامكانك اخوي واختي تحصلون على 300 ريال راح تحولك ان شاء الله عن طريق حساب سالم السعيد الغامدي باذن الله حساب الشخصي الله يكتب اجره ويجزاه خير. هذه ليش يا ابو عبد الله يا اخي قلت تم وبس انا بحول حساب بس لا تفضحنا ضربت الفوائد في فوائد وش الفوائد؟ فوائد حسابي انا فوائد؟ فوائد زي ذوليك الفوازير اللي يختلفوا بين العلماء على طول. طيب وحنا مالنا شيء طيب اعطونا واحد منكم يعطينا خيار وواحد يعطينا طماطم اقصد اعطونا خيار للجمهور والفريق الثاني حلو صرنا فريقين تعال يا رجالي دام الفريقين ايه صف يمين يلا طيب اعطونا الجمهور الخيارات خيارين عندكم خيار هو يقول من الصحابي الذي لقب بسيف الله المسلول الخيار الاول خادم الوليد خادم الوليد والخيار الثاني اعطونا غير خادم الوليد لا يجي واحد يستخف علينا يقول خادم الوليد علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب اشكرك اشكرك طيب جمهورنا هل هو خادم الوليد ولا علي بن ابي طالب اعطونا الجواب في هاشتاج سوق القريه 23 سالم تعال معي لا تروح مع الفريق الثاني الرجال مكيف مكيف عشان يجي برات مكيف حلو طيب 300 ريال اليوم راح تروح لكم باذن الله والله يوفقكم طيب ويسخر الجمهور احنا احنا ما لنا شيء لكم الله نعم بالله لكن احنا نبي تسوى الاجر بس يا شباب انتم على اجر وعلى ثغر عظيم ثغور الاسلام الله يبارك فيكم والله طيب عندي لك سؤال يا اسال ايش الجائزة؟ بس منكم فريقين تروح تسألني. جائزة. عندك سؤال يا سم. من هو النبي الذي توفي في السماء الرابعة؟ السماء الرابعة؟ ايه. لك أنت سالم، سالم، سالم بدون جوجل. لا تتكلمون عشان صوتكم يقاطع هذا مهندس الصوت يعطيني صوتكم المايكاتكم كلها مرفوعة الآن. يلا. مثل ما روسكم مرفوعة. ليش قلت روسكم مرفوعة؟ يد نزلت؟ اي. لا والله ما دعت مرفوعة. اي معليش. سلمت. من هو النبي الذي توفي في السماء؟ كم تعطيني جائزة؟ لك عطني فوق العشرة ريال. لا لا الله. إحنا جينا عشان نجينا نسوي. عطني خيارات. طيب سالم تفضل جواب. أنا راح أجاوب إذا أعطيني 5000 ريال. إيه قد بحثت على ما أحب. أنا ضمن قد ذا. إحنا جاوبك مجاني راح يام. والله. إيه والله. أنا أثق فيكم الصدق. أفا عليك. والله أثق فيكم يا شباب. عيسى. لا. وش السؤال؟ توني سالم من هو النبي الذي توفي في السماء الرابعة؟ في السماء الرابعة؟ أنا أثق فيك يا عز أنا أعرف الجواب بس خليني أسألك أنا أدري ما يقدر ما يقدر يحيى لا تعلم الجواب لا غلط صح غلط أنا أثق أقول لك شيء أنا أثق أبو عبد الإله أبو عبد الإله أنت تستطيع أبو عبد الإله دخل جوه أنا أعرف أعرف السؤال يوم يوم جاء ملك الموت أنا أحس أبو عبد الإله عنده عنده اللي جابه بس يبغى يعطيكم فرصه حبيبي الثقافه درسناها في الجامعه درسناها عند العلماء وما تروح كذا بلوشي لك يا ما جاوب نتعب نزكي للناس من العلم مجانا لله سبحانه وتعالى لكن انت دخلت تحدي خليك قد التحدي شوف انا عارف الجواب خليني اشوف يلا عطنا الجواب هو الجواب واضح بحرف الالف يبدا الله والله صح
والله جاب ابو عبد الله والله مو بسيط يوم جاء مندوب حق شك فيني من لا حسيت ان السؤال يعني ترى شوي قول وش الجواب ابو عبد الله هو يقول ما عندي بسيط عاد هو يعلم الجواب حرف جاب حرف ثاني حرف ثاني دال وش هي طيب ادم ودال ورا ودال ورا ورا خلاص ادريس اجابه صحيحه والف مبروك يا شراني بس سؤال على المبلغ لك يا ابو يا شباب انتم طقطق انا الشباب يحمون اجابه هاي جايبين مذيعين طقطقون عليها وتمشونه لا لا الشباب يحمون اجابه وقد سالتهم سؤال ذكي سؤال ديني كلهم يعرفوا شباب خلوا ابو شوف الشيخ ناصر الله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه صح؟ اي يعني في انسان عنده قلبين في جسمه ولا لا؟ ايش معنى تفسير الايه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يعني في انسان هنا له قلبين كلام جميل ربما انا بس ابغى اتذكر عادي سالم لا لا بس اني انا بس ابغى هي ايه ما جاء الله رجل طيب طيب انا بعطيك الجواب انا عندي جواب انا عندي جواب بس ماني ما ادري يعني صحته طيب عطناه وانا بعطيك طيب الجواب طيب انا اتوقع ان الله عز وجل ما يرضى انه يكون احد معه في قلب عبده يعني ان شاء الله عز وجل ما جعل الله عز وجل في قلبين من في جوف الشخص يعني ان الله عز وجل هو اول هو اول من في قلب الشخص لا لا طيب عندك ابو عبد الله يعني ما جعل الله لرجل آية بالقران ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه سياق الايه يدل على ان هنالك اناس على هذا الكوكب لهم قلبين في الجسم ولا لا انت لا 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 في ايش فيكم انتم في 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 ايه الرجال الله يسعدك في طيب ابو عبد في شيء خطا لا لا شككتوني بثوبي شككتوني بثوبي حسن غشت بس غشت لا 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 غششت ارحب 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 يا خال ارحب يا مسهل طيب هي يعني يقال بانها المراه الحامل صح صح معك صك يا شباب لا تختبرون الاشياء هذه يا شباب والله سامع والله ايش فيك جاوبت كذا على طول ما جوال شيء من هنا لا لا بدون جوال والله بدون جوال لكن لكن نعطي مجال لثقافتهم قليله ثم ترجعون هنا للموسوعه طيب احنا طلبنا والله عز الاسلمي ونشوف مع الشباب اللعب والعرضه وسعه الصدر والخاطر يا مهندس صوت ارفع الصوت عالي وخلي الشباب ينطربون مده 3 دقائق كذا ثم نرجع بختبرهم انا هم اختبروني انا اللي بختبرهم بعد شوي ارفع الصوت وسمعنا وقوم يا شباب خلينا نلعب ابي عرض هذا عرض اعطونا عرضه ها اذا ما هي بعرضه اللي يجيب لنا مهندس الصوت يلا مهندس الصوت جاهز ارفع الصوت ارفع عرضه غنوا معي بعذب على الحال الله يعز السعودية الله يديم الوطن بامان والله يعز السعودية وكل الوطن ردد وقال سلمان 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 قولوا وكل الوطن ردد I'm not.
بيض الله وجيكم ما شاء الله ما شاء الله. اوه شعلنا ها شعلنا مشعلن تغيير جو والله والله صح صار خالد حامد على هذا الشيء والله بيض الله وجهه الله يستر حركنا شوي ها اي والله اي والله وانا ذبحنا المكيف وين سالم هلا 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 سالم جالس يلعب يعرض ويد على بطنه كان عنده مغص كان مسكين المايك طاح لا اقل ولا اكثر ما يجزاك خير أعطيك إيمانيات الحين قبل شوي يا جاء رجل يمطرها إيمانيات تعال كذا 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 عشان المكيف يجيك جاء رجل إلى الرسول أصبح أبو بكر رضي الله عنه خذنا بس خذنا بس مويت عندي مويت عندي مويت أقول جاء رجل لرسول الله إلى أبو بكر قال كيف أصبحت؟ قال أصبحت منافق قال أبو بكر ليش؟ قال يذهب إلى رسول الله يرتفع إيماننا ونجلس ونستنس وخلاص ما تبي من الدنيا لا خلاص تعبد الله حتى تلقى وإذا رجعنا لبيوتنا ولعبنا الأولاد ولعبنا النساء سبحان الله نسينا إيه وقال جل أبو بكر قال جل نافق أبو بكر وراح لرسول الله قال يا رسول الله علمه قال إذا ذهبنا لنسائنا نسينا الآخرة لعبنا النساء ونسينا وإذا جلسنا عندك ارتفع إيماننا قال له يا حنظلة ساعة وساعة اعبد الله عز وجل واستانس في هذه الساعة ولا جاء وقت الفلة فلة أول واحد أنت مو بشرط أن المطوع ما يكون فلة ولا والله صحيح فلة واستانس وعيش حياتك أجمل حياة ولكن إذا لا جاء حدود الله عز وجل وقف وبتعيش أجمل حياة صدقني سلام عليك أنا عندي كذا معادلة هو أنا ضد المسميات اللي إحنا صعب على أنفسنا كل إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مطوع نعم زين نعم ترى مطوع احنا حطينا في اذهاننا فقط مطوع اللي ربي لحيته يقصر اللي مطول لحيته اي هذا عرف الناس والدرج الموضوع هذا بين الناس. طيب سؤال، هل هذا الشخص اللي ربي لحيته يقصر ثوبه هل هو يغتاب ولا ما يغتاب؟ يغتاب. الغيبه كبيره من كبائر الذنوب صح ولا لا؟ نعم. اذا هنا ذنب موجود عند مطوع ذا اللي ربي لحيته وقصر ثوبه تعتبر كبير من كبائر الذنوب لكن الناس بردوها فحنا الناس جالسين نبرد. لو انتقلنا الى اللي مو مطول لحيته ومقصر ثوبه مع عظم مكانه اللحيه وعظم تقصير الثوب ما نقول كذا لكن احنا كمجتمع جعلنا البرمجه بطريقتنا ومحورناها وضخمنا امر ونسينا امر. هناك اناس عند الله ربما انهم اقرب الى الله من ذلك الشخص اللي رب لحيته وقصر ثوبه وربما هو طويل الثوب وحالق لحيته. اعطيكم مثال، والله سبحانه وتعالى ترى رحمته وسعت كل شيء سبحان والله. تعتقدون بأن بندخل الجنة بأعمالنا؟ من يعطينا الدليل أنه إحنا بندخل الجنة برحمة الله وليس بعملنا؟ يلا من يعطينا الدليل؟ أعطيك بعد الله؟ لا أنت حافظ أنت علمتنا الحديث عشان بس نعرف مدى رحمة الله وحتى وإن كنا مقصرين ومذنبين مع أن نقول عشان ما يأخذ علينا المقال هنا مع أن نقول الخطأ خطأ الصح صح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد سبر دينه وعرضه. فالمقصود الآن الله سبحانه وتعالى ترى يدخل الجنة برحمته يا جماعة الخير. يعني حلق ثوبه حلق ثوبك حلقت لحيتك قصرت لا بعد اشرب مويه زين لبس لحيه ايه لبس لحيه. طيب شراني وش الدليل؟ الحديث يمكن مو بلي في بالك بس اعرف ان الله عز وجل له 100 رحمه رحمه نزلت الدنيا و99 في الاخره. يعني عندما تفتح باب الشفاعه يوم القيامه يشفع الانبياء والرسل والصديقون والشهداء والاولياء والصالحون فيقول الله عز وجل شفع الانبياء والرسل والصديقون والشهداء وانا احق بالشفاعه فيشفع الله عز وجل فيخرج من النار اقواما بعد ان كانت النار تقول هل من مزيد صارت النار تقول قط قط. هذه من رحمه الله عز وجل. يا سلام رحمه الله واسعه. اللي ابغى اقول الان شوف النظره الصح والمعادله الصح اللي ما يفهمونها كثير من الناس ربما اني انا فهمتها مؤخرا صراحه وصرت اؤمن فيها كثير وصرت اؤمن بشيئين رئيسيين احفظوا يا شباب انا ودي الساده المشاهدين بعد يعرفونها صح. معادله لذيذه مع الله اللي هي الرسول يقول لن يدخل احد الجنه بعمله رغم اهميه العمل. مو معناه انك ما تصلي، لا يا حبيبي صل وصم وادي الاركان الاسلام الخمسه زي ما حسب الاستطاعه في الحج وان كان عندك مال ما يحتاج تزكي بس عندك شهاده محمد رسول الله كلنا نشهد ان رسول الله. الصلاه لازم نصلي، إيتاء الزكاة عندك فلوس
زكي ولا ما عندك فلوس ما تزكي. صوم رمضان لازم انك تصوم حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. لن يدخل احد الجنه بعمله. الصحابه استغربوا. والاعمال الذي كلها قال رسول قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. برحمته. اذا رحمه الله وسعت كل شيء. المراه البغي الزانيه شوفهم شناعه جرمها وهي زانيه وبغي يعني متماديه في الزنا اسقت كلب اجلكم الله ماء ماء ودخلت الجنه. لو حنا كبشر عرفنا هذه المراه مثلا في حارتنا ولا حينا ولا بعيد عنا ولا قريب سمعنا عنها وش بنقول؟ الله يكفينا الشر. الحمد لله اللي عافانا وما ابتلاها. يعني تترزق ابو عبد الله من هذا الباب وتسترزق من هذا الباب. المراه البغي الزانيه هذه فكان نقول حنا كبشر وليس لنا حكم حنا بجنه او نار عليها ولا على غيرها على عقيدتنا. لكن احنا كبشر ممكن نقول يا اخي اعوذ بالله الله يجيرنا واياها من نار جهنم. والله هذه شكلها رايحه نار جهنم موقعه موقعه فيها لان جرمها زناها. لكن الله برحمته لانه اطلع على قلبها وشاف في قلبها رحمه لذا الكلب واسقط بخفها لبنعالها الماء لان الكلب كان عطشان ويلهث فاطلع على الرحمه اللي في قلبها. فقال الله سبحانه وتعالى انت رحمت الكلب وانا ارحم منك فيا ملائكتي خذوها الى الجنه. ادخلها الجنه. واضح الامر. فهنا الامر والمعادله. الشيء الثاني المعادله الثانيه اللي لازم نوصل لها لازم تكون انت وانا واخواني واخواتي الساده المشاهدين عندنا حسن ظن برب العالمين سبحانه. هذه معادله ترى مره مهمه. الله يقول في الحديث القدسي انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. معناها ايش؟ معناها ظن بالله خير. ما جاك رزق يقول يا ربي انت قلت انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء وانا يا ربي اظن فيك انك ترزقني يا ربي ارزقني شوف الله كيف يكرمك. تبغى الجنه يقول يا ربي انا عند قلت كذا وانا ظني فيك يا ربي دخل الجنه. هل بيدخلك الجنه مره بيرحمك بس لانك احسنت الظن في الله. احنا لما يجي احد يطلق طلبه وتعالى الله عن التشبيه ونشبه بالبشر لكن لما يجي احد احتزم ها ابشر بالسعاد ابشر بالسعاد لان انت يا دغش حطيت ظنك فيني يا ناصر ابغى اتجمل معك وانا بشر ضعيف لا املك حول ولا املك قوه ولكن الله جل وعلا يملك الارض ومن عليها ويملك كل شيء واذا قال الشيء كن فيكون. هو يقول لك انا عند حسن ظن عبدي بي عاد فالله سبحانه وتعالى اذا ظنيت فيه خير بشر بالخير. تدري ابو عبد الله هي ترى المساله ترى هي وسطيه. المساله ما هي بينك تشد تقول الله غفور رحيم وبظن بربي خير بس اني بعصي إيه ولا ان الله غفور رحيم وان الله شديد العقاب نبه عبادي اني غفور رحيم واني شديد العقاب. ايوه هذا الامر. في تعليق ابن القيم هنا يعني في معنى الحديث ان حياه العبد المؤمن ما بين رجاء وخوف واختلفوا متى وش اكثر رجاء ولا خوف. ولكن قيل من احد الاقوال ان حياه العبد المؤمن وهو عايش في صحته وسلامته تكون في خوف ورجاء ولكن الخوف يطغو على الرجاء. ولكن اذا صار الشخص على فراش الموت وخلاص عاد بيموت داخل على الرجال في المستشفى تقول يا ويلك الله غفور الله شديد العقاب. ما مو مكانها الان الرجاء يكون اكثر. الله غفور رحيم الله بيغفر لك الله يبي يطهر قبل يقبض كله. ومن هذا الكلام فهي مساله وسطيه مساله لا افراط ولا تفريط. والله يقول القران كذلك جعلناكم امه وسطا في كل شيء. يعني رجاء او خوف انت ترجو من الله لكنك تخافه. مو معنى كلامنا هذا انه ترى الله ممكن يرحمك بمنافذ الرحمه اللي يجعلها لك في الارض. سلام. مثلا ابتسامه تبسم وجه اخوك المسلم مثلا الرجال دام احنا ابتسامته ممكن يدخل الجنه ترى ابتسامته. مثلا انسان عرف باخلاقه زي محمد الشرهوب اللاعب مسي عليه بالخير ان كان يوصل المقطع ويتابعنا عرف باخلاقه عند اللاعبين وعند البشر من يتابعون كره القدم ومن يتابعونها عرفوا هذا الرجل باخلاقه. هذا كمثال صغر يعني. هذا ممكن يدخل الجنه باخلاقه بس مجرد اطافته. ممكن بعض الناس يدخلون الجنه بسماحتهم انهم سمحين وطيبين بالحلم والاناه. الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل قال ان في هذا خصلتان يحبهم الله ورسوله. الحلم انه حليم اذا جاء واحد رفع صوته عليه ولا نبق عليه حليم لطيف جميل وعندها التاني ما يستعجل في كل شيء. فقال الله يحب فيه صفتين. ممكن الله يدخل وممكن الله يدخل الانسان بسبب برك في والديك ممكن بسبب صدقتك ممكن بسبب ترى الناس يختلفون. الله وزع على الناس اشياء يتميزون فيها. مثلا انا مميز في جانب الصدقه مثال زين. شو كنت اقول؟ طالع في وجهك طف الشاشه يا مخرج يمكن انا جدا قبل شوي التفت احس اني كل شيء ودي اتابع. في ناس يتميزون في اشياء عن اناس اخرين. مثلا في ناس اهل صيام يحب يصوم الاثنين والخميس يحب يصوم الايام البيض يحب يصوم صيام داود يوم ويوم. وفي ناس متميزين في الصدقه يطغوا عليهم من جوانب العباده جانب الصدقه فهو في الصدقه نمبر 1 لكن في الصلاه تلقاه مقصر في الصيام تلقاه مقصر لكن في الصدقه هو رقم 1. تدري يا ابو عبد الله الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ابواب الجنه
كان جالس أبو بكر رضي الله عنه، هو يتكلم إن هذا باب الريان وهذا باب الصدقة وهذا باب الصلاة. أبو بكر إيش قال؟ شوفوا همة أبو بكر، قال يا رسول الله أقدر أدخل منها كلها؟ الله. قال أبو بكر رسول نعم وأنت منهم يا أبو بكر. فبختم أنا بس هذه الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس في المسجد، قال سيدخل عليك رجل من أهل الجنة. الصحابة شخصت الأبصار إلى الباب ينظرون من سيد الحظ اللي قالها الرسول إنك من أهل الجنة. فإذا برجل يعرفون إنه يعني ما فيه عمل معروف عنه، يعني رجل زي عبادتهم. فقال أحد الصحابة والله أروح بيته وأجلس عنده وأشوف وش العمل الخفي اللي بينه وبين الله عز وجل، وقال الرسول إنك بتكون من أهل الجنة. يقول وأروح عنده وأطرق الباب قلت أبغى أبيت عندك. بالفعل راح عند هذا الرجل، جلس يوم يومين، يقول نفس صلاتنا نفس صدقاتنا نفس أعمالنا. فراح وسأله قال يا أخي أنت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنك من أهل الجنة، وش السبب؟ قال والله أنا ما أسوي شيء إلا قبل ألا شيء واحد، إني قبل أنام أسامح كل من أخطأ علي وأكون سليم الصدر، فهذا سبب من أبواب، هذا سبب من أسباب دخول الجنة. يا سلام، الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. حسن عجمي عندك شيء بتقوله؟ الأكوب اللي موقف وترى قدام الباب. أنت؟ عندي الله. أنت؟ إيه. جزاك الله خير. طيب، من الأشياء الجميلة والرائعة والميزة بعد اللي حنا بعد ممكن الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة بسببها طاعتك لولي الأمر. يعني الآن ولي أمرنا في المملكة العربية السعودية من؟ الملك سلمان بن عبد العزيز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية وأن يطيل بعمره على طاعته ومرضاته. لأن قرأنا ليلة البارحة في السوشيال ميديا وتحديدا من صحيفة واس وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان عندها أشعة وتحاليل وغيرها ما أدى إلى عنده حرارة في الجسم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية وإن شاء الله يقوم بالصحة والسلامة وخطاك السوء يا أبو فهد وسلامتك إن شاء الله. وممكن الإنسان يدخل الجنة بطاعته لولي الأمر، ولي أمرك يعني يقول صلى الله عليه وسلم ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة ها، فأنت هنا تقول سمعنا وأطعنا. الإمام أحمد بن حنبل رغم فتنة خلق القرآن عذب وبهذل ويعني ومع ذلك سألوه لو كان لك دعوة مستجابة تقدمها لمن؟ قال قد أقدمها لولي الأمر. شفت كيف الرقي؟ والله رقي. الناس المتعلمين الفاهمين العلماء الآن، ليش الحكومة الله يجزاهم خير وضعت مثلا هيئة كبار العلماء وثقت فيهم في توجههم وثقت في فتاواهم؟ لأنهم يعرفون بأن العلماء هؤلاء يقدرون ولاة الأمر، ولاة الأمر يقدرون العلماء، فهنا التكامل راح يكون موجود في بلادنا. فإحنا الآن نسمع ونطيع لولي الأمر الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهدنا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. إذا إحنا آمنا بالشيء هذا في داخلنا، لأن الرسول بعد ترى قاله إذا إحنا آمنا بهالشيء زين ممكن الله يرحمنا برحمته بسبب هذه الأمور، لأنه بعض الناس ثقافته سيئة يعني يخطي ويزل في مثل الأشياء. طيب عشان ما نطول، من الأشياء قلتها قبل شوي اللي ممكن دخلك الجنة اللي هو باب وضع في الجنة، كم عدد باب الجنة؟ 8. من يعرف منها 3 4 تبي 5؟ انت تغشش معك، خلينا نسمع الشباب. صدق باب الريان حسيت في الدرجات لا زاد لاني كنت مبرمج على الماضي. هاي مضاف باب الريان. باب الريان يدخلون الصائمون. ايوه اتوقع باب الصدقه بس ما ادري شو اسمه. باب الشفاعه. باب الصدقه. باب الشفاعه. نعم والرحمه. باب التوبه. ايش بعد؟ كم ذكرت واحد الآن؟ ساعدون 4 5 كم 3 و4 باب الوالدين. في باب 6 باب الوالدين. باب الوالدين فيه باب للوالدين تدخل من خلال إذا كنت أنت بارا بوالديك سواء كانوا أحياء أو أموات، حتى والديك إن كانوا في قبورهم ترى برك يصلهم في قبورهم بصدقتك عنهم بالدعاء لهم بالزيارة من يحبونهم في دنياهم. مثلا أمك تحب واحدة تعرفها مثلا جارتكم ولا خالتك وإلا ولا تزورها وتمد لها يد العون إن كانت محتاجة وفي العيادة تعايدها وفي المناسبات تكون قريب منها. والدك كذلك عندها أخويا مقربين له تزورهم وتتودد لهم وتسلم عليهم وأهلهم مجرة. سمي خالد الحين هي تدري عن الصدقة؟ لا انك مثلا الزيارات والله انا ما عندي علم. عندك علم سالم فيها؟ وشو الوالده مثلا لو والدته ولا والده في القبر، ومثلا الولد بيزور صديقاتها وصديقات ابوه اللي هي تحبهم ممكن. هل يدرون؟ احنا نعرف الصدقه فيها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس شاف صديقه خديجه رضي الله عنها. ايه صديقه خديجه، فراح وقال يعني ولاه على غيرها، يقول ان خديجه كانت تحبه وتذكر خديجه منها. لكن انه ايه لكن انه يكون اجر ما ادري والله يا ابو هل يصل لي نعرف ان الصدقه تصل لي صدقه انا عارف انها توصل إيه؟ لكن غيرها من الامور ممكن اسالك ونرجع نقول لك بكره ان شاء الله عندي حلقه اسال ان شاء الله واخبرك باذن الله. الله يرحم طيب. والديك امين يرحم والديك يا خالد السهلي يجعلهم في فردوس اعلى الجنه. وايضا مشاهدينا ادعوا لي والد ووالده خالد السهلي، اسال الله ان يجعلهم في فردوس اعلى الجنه ويجعل قبرهم روض
من رياض الجنة، وجزاء الله خير خالد في حلقة الماضية تصدق بنية والديه بسهم الوالدين 250 ريال بنيتهم، وقلت لخالد ذاك اليوم يا زينك ويا حظك وسعدك أنك والدك والدتك عرفوا بالصدقة أنها منك أنت يا الإبن خالد، تقدم لهم على طبق من نور وتكون لهم بإذن الله نور وضياء، ويعرفون بأنك أنت يا خالد ولدهم اللي صدقت عن نية أبوك ونية أمك، فأكيد يسعدون يفرحون بأنهم ربه ورجال ما نساهم حتى وإن الدنيا جت بزخرفها وزينتها وانشغالاتها وإعلامها وشهرتها وفلوسها، إلا أن أمي وأبوي خط أحمر سواء كانوا حياة ولا كانوا أموات ما راح أنساهم. هذا اللي فعل هذا الرجل الشهم خالد السهري في الحلقة الماضية، تصدق بنيتهم الله يكتب أجره ويجزاه خير ويجعل قدم ميزان حسناته. ومن خلف ما مات، ومن خلف ما مات، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وش يا سالم؟ ومنها شاب علم ينتفع به، صدقة جارية، صدقة جارية، هو ولد صالح يدعو له، يدعو له. فالآن خالد إن شاء الله ولد صالح وأمثال خالد، إحنا بس نمثل خالد لأنه بادر، وأمثال خالد كذلك كثر الله ملك الحمد والشكر. طيب إحنا عندنا 17,000 واحد من إخواننا وأخواتنا لو بادروا وشاركوا في مثل هالوقت المبارك اللي إحنا نقول عنه بسهم الشامل. سهم الشامل كم قيمته؟ 350 ريال. ايش معنى السهم الشامل؟ من يعطيني الجواب؟ يعني والديك والعرجاني، خلنا نسمع بعطي ها والديك واخوانك واهلك وحبايبك وجميع المسلمين الشامل. شامل وعن نفسك الله، عن والديك وعن من تحب، يعني في شخص انا مثلا احب اشخاص كثير، 1000 شخص 500 شخص انا اعزهم واغليهم، ومثلا الجمهور ملايين احنا نحبهم ونعزهم ونغليهم، يشملهم كلهم. سهم شامل 350 ريال انا اهدي عن نفسي ووالديني وزوجتي وابنائي والزوج عن زوجه وابنائه والعمان والعمات والخوال والخالات والجدان والجدات. يزين الفكره عجبتني من الجمعيه الله يجزاهم خير، جمعوها كامله وقاسموها السهم الشامل 350 ريال، ويحصلون على صك كفاله اليتيم، يتواصلون مع الجمعيه اسفل الشاشه ويأخذون صك كفالة اليتيم بسواء سهم الفرد أو سهم الوالدين أو السهم الشامل اللي تكلمنا عنه. 17,000 واحد من 350 ريال يكتمل هالمشروع على بركة الله. وللمعلومية المشروع وين فيه يا شباب؟ مكة العمارة. وين فيه؟ حقة الجمعية في مكة المكرمة. يعني أجرك مضاعف. يا سلام عليك، توني بسأل السؤال ذا سبقتنا الجواب. شراني ايش تقول؟ والجمعية الأيتام صح؟ جمعية الأيتام. الأيتام الأيتام بكرة بيكبرون، بيجون بدالهم أيتام وعلى هالحال وبعدها بيكبرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم كهاتين، واشار بالسبابه ولا صحيح، بتصير شريك اجر عظيم جدا، جمعيه شريك فيها، شريك الجمعيه الى مدى الحياه. الله تدري وش السر اللي لازم نفهمه احنا؟ ان الان لما نتبرع في مثل هالوقف ترى مثلا 350 ريال، احنا بنروح مطعم ولا كافي، والحمد لله احنا مسلمين وعرب والكرم موجود فينا، ان جينا مطعم وهذا ترى ما يتميز فيه العرب المسلمين وخصوصا السعوديين والخليج زين، اللي هو جانب الكرم. تلاحظون في المطاعم لما يروح فلان وفلان وثلاثة أخوي أربعة أخوي عند المحاسب عليه بالطلاق وعليه بالحرام وعليه من يحاسب لنا والله ما يحاسب لنا، أمسك صرافتك وخر وراك، صح ولا لا؟ نعم صحيح. هذا هو الكرم الحقيقي، نعشي بعض نغدي بعض ولا نروح كافية مع بعض نحاسب 350 400 500 ما تهمل، بس المهم الجميلة والمهم أني أظهر وجهي قدام رجال إني كريم ولا لا؟ هذا اليوم إن نقول أظهر وجيهنا، أظهر وجيهكم، وحنا بنظهر وجيهنا بأن مع الأيتام، ونظهر وجيهنا اللي عند الله سبحانه وتعالى اللي يعرفنا ويعلم مكاننا ويعلم سرنا وخفانا ويعلم صدقنا وكذبنا ويعلم نوايانا اللي صادقة ولا كاذبة. وأنا أعتقد ما في أحد غبي بيتصدق صدقة والنية لك عليها، لأنه هذا أو علشان يشخص عند الناس أني أنا تصدقت، هذا عليه قل صح، عليه قل صح، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة تسعر بهم النار من ضمنهم إيش يا سالم؟ منفق في سبيل المنفق، رجل أنفق نفقا الذي ينفق نفقا ليقال منفق ليقال سخي ليقال كريم، هؤلاء أول من يسعر بهم النار يوم القيامة. ولو تلاحظون ترى الأمر مريع، بل لو نشوف الأمر الثاني من السبع الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله، رجل أنفق نفقه لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يا سلام، فأنت لما تنفق في هذه ما حد يدري، فأنت الآن جالس بين أخوياك وبين جماعتك ترى تصدق ما حد يدري عنك، ربما أنك تكون من السبع الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله. جميل. وفي شيء ثالث بعد حلو قلوه شعب من جوالك، إحنا الآن سالم ذكر الحديث سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله صح؟ مثلا هذا طريق اليمين، والطريق الشمال منهم اللي ثلاثة تسعر بهم النار اللي أنفق علشان يشخص عند الناس ويكون مرائي صح؟ هذا مين وهذا يسار، اللي في الوسط من؟ اللي في الوسط إن تبدو الصدقات في نعيم ما هي. تسلم من يفسر لي؟ وش اللي تسلم. الآن مثلا حنا بحط رقم الجوال حق القناة والآن بيتصل علينا متصل ونستقبل اتصاله ويقول أنا بأنفق عن والدي عن والدتي بأنفق عن نفسي والسهم الشامل وعن من أحب 350 ريال نسأل الله أن يقبلها. طيب. هذا هو اللي في الوسط أعلن إنفاقه، اللي أعلن إنفاقه الله سبحانه وتعالى يقول عنه إن تبدو الصدقات نعم ما هي فنعم ما هي،
يعني أثنى عليه، وأنت تخفوها فهي خير لكم، زي ما قال سالم الآن هنا تخفيها حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك. هذا يحفز من باب التحفيز. أيوة. وش فسر يا عرجاني عندك كلام ربعة يدك وش تقول؟ علشان هذا اللي في الوسط ذا يحفز العالم عشان يتبرعون. تصدق تصدق اللي في الوسط. الله الله. وجوالي جوال. حلو اللي في الوسط ذا إحنا نبيه الآن. اللي في الوسط ذا نبيه عن طريق الاتصالات، باقي لنا خمس دقائق تنتهي الحلقة. أبغى يا جمهور أبغى واحد أو اثنين مخرج تكرما منك حط لي رقم التليفون أسفل الشاشة وخلي الناس يتصلون واحد أو اثنين من إخواننا وأخواتنا، ترى أنت شاركت وبادرت ترى أنك تحفز الناس الثاني، مثل ما كان عثمان بن عفان والصحابة الكرام لما يجون أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عثمان بن عفان أنا يا رسول الله من أجهز جيش العسرة قدام الرسول، وش قال الرسول؟ قال ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم، وبشر عثمان بالجنة لأنه بادر مثل هالمبادرة وغيرها من المبادرات. أبو بكر وعمر الخطاب قصص وروايات الحلقات الجاية بنتكلم عنها اللي كيف التنافس بينهما في عمل الخير، لدرجة أن عمر بن الخطاب جثى على ركبتي وقال أتعبت من بعدك يا أبا بكر، أتعبت من بعدك يا أبا بكر. عمر بن الخطاب جاء وأنفق نص مال عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتقد ما عاد وراه أحد. مستأنس عمر رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم النصف الآخر يا رسول الله. يعني الآن لو ترجمناها بلغة التجار الموجودين الآن، واحد رصيدة مثلا 10 مليون، زين يعني مثلا وقلنا انه 10 مليون جت وعند الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب افتراضا ومثال، يعني قال عمر الخطاب اني انا انفقت 5 مليون يا رسول الله، قال وال 5 مليون الثانيه قال ابقيتها لاهلي، زين جاء ابو بكر الصديق رضي الله عنه اللي هو خليل محمد عليه الصلاه والسلام، جاء عند الرسول مثلا نقول مع 10 مليون فاعطى الرسول 10 مليون كامله مثال، فقال يا ابا بكر ما ابقيت لاهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. شفت الإيمان؟ شفت الإيمان؟ يعني 10 مليون افتراضاً ومثال، يعني مثال ها؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. يعني إحنا في زمننا وفي وقتنا الآن لو إحنا بندردش في مثل المواضيع هذه مثلاً مع سالم ولا خالد ولا دغش ولا شراني ولا مضف ولا العرجاني ولا عز، زين لو كل واحد مع 10 مليون وجينا عندها الجمعية أو 6 مليون مثلاً، زين جينا عندها الجمعية قال سالم 6 مليون اللي عندي هذه ها؟ تراهي كل ما أملك إلا هي 6 مليون وتراهي للجمعية لوجه الله للأيتام. إحنا وش بيكون نظرتنا عن سالم؟ أسألكم بالله وش بيكون نظرتنا عن الرجل؟ رصيدة ما بين 6 مليون وحطها للجمعية قيمة الوقت كامل. هو يطيب منا. الله. يطيب منا ويطيب رأسه وبيض الله وجهه. رجل من الغنى في لغتنا الدنيوية من الغنى إلى الفقر صار رصيدة صفر. صح. ولكن هو ترى في الحقيقة إن من الغنى إلى الغنى. الله يجعلنا. هو من الغنى إلى الغنى لأن إن تقرض الله، ترى الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول إن تقرض الله قرضا حسنا إنسان كأن أقرض الله، كأن الله الحين يقول لنا أقرضوني سلفوني ها. صح. الله يقول من الذي يقرض الله قرضا حسنا ثم قاتل إذا أقرضتني فيضاعفه له. لا إله اللي عدنا من الرزاق الله اللي المال ماله المال اللي أنفقوا مما رزقناكم. نعم. يرزقناكم ترى أنا رزقتك فأنفق ثم يجيك الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقول أقرضني. شوف كيف تودد الله مع البشر يعطيهم زين ثم يقول اقرضني. ثم قال لك ايش؟ قال المضاعفه لك لغه عظيمه. لكن من يؤمن بها؟ الناس اللي عندهم ايمان بالله زي ما قال الرسول صدقه برهان برهان صدقه برهان. ايش معنى برهان؟ معناها اختبار ايمانك مع الله. هل انت خواف ولا انت كفو وقلبك قوي وتعرف الله؟ هنا يبان الايمان الحقيقي. لا اله الا الله. والله يا ابو عبد الله انكثرتنا ما شاء الله تبارك الرحمن وحركت مشاعرنا كلنا. ذاك الشخص كنت اتمنى معي 6 مليون دائما ادعو دعوه والله يجعلها في يدي ولا يجعلها في قلبي. اذا كانت الاموال في قلوبنا ترى مرضنا، لكن اذا كانت في يدك بتروح وتيجي غيرها وهذه حال الدنيا. اللي جابها يجيب غيرها. اي والله هذا الظن بالله عز وجل انه يرزقك وتضعها ان شاء الله في اشياء تكون شاهده لك. جمعيه جديده اليوم عندنا 350 ريال 17000 واحد شاف 17000 واحد من الجمهور الان بدخل في تويتر الان بث المباشر في تويتر. يعني ما ادري هم نزلوا اليوم البارح شفت 16000 مشاهده 17000 مشاهده بث اللايف. هم عدد الاسهم اللي احنا نتكلم عنها 17000 واحد من 350 ريال اكتمل هالمشروع اليوم قبل بكره بس نبغى المبادره. 17000 واحد 350 ريال اعتقد متابعينكم في السناب والسوشيال ميديا اعلى من الرقم هذا اللي احنا جالسين 300 ريال تصير شريك في الجمعيه طول مدى حياتك. الله الله لان الوقف ترى مدى الحياه كانت اليابانيه الجمعيه كاتبين في التصاميم عندهم وقف مدى الحياه في مكه المكرمه لليتيم وتكون مرافق وعن صلى الله عليه وسلم في الجنه كهاتين. وايضا مو بس انت اللي بتصدق لا انت حطيتها ترى عن امك وعن ابوك وعن عمتك وعمك وخالك وخالتك وعن من تحب وعن زوجتك وعن ابنائك وبناتك يا زينها كلنا كلكم تقول تعالوا كلنا بنركم مع وعد الجنه. اي وعد الجنه. طيب الجنه يوم طرنا الجنه وش بتشوف الجنه انت؟
اللي في الجنة ينقسمون ثلاث أقسام، السابقون السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. خلنا نتكلم بس عن السابقون. الله عز وجل جهز لهم من نعيم وجهز لهم من قرة عين يرونها. الله عز وجل يقول في كتابه السابقون السابقون أولئك المقربون يكونون قريبين من الله عز وجل في جنات النعيم، ثلاثة من الأولين وقليل من الآخرين. أنت لو تنظر الحين نبدأ في نعيم أهل الجنة اللي نتمنى كلنا نكون من أهل الجنة، وإذا كنا من أهل الجنة هذا والله النعيم. كيف إنك تضمن إنك تكون لك تكون من أهل الجنة؟ تصدق باللي تنزل عليه وتصدق في أماكن تكون خيرية لك مدى حياتها أو مدى حياتك أنت. أختم، أهل الجنة يجلسون على سرر من ذهب، يطوفوا عليهم ولدان مخلدون. ولدان هذول ترى ما يكبرون، الحين لما يكون عندك ولد صغير يا زين الله يسعده، بكرة كبير طلع شنب بتغير صوت عليك كيف كبرت انت. قالوا احطهم ولدان مخلدون خالد نفس شكله. فانت تجد من النعيم بتكلم بس في هذه الآية ورحمي طيري مما يشتهون. تدري انه من كمال النعيم انك لما تاكل هذا الطير في الجنة اكلت رجعته في الصحن يرجع يطير في الجنة. الله فانت في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. والخمر ان كان ودك بالخمر ترى موجود في انهار من الخمر. دق يا حبيبي بالخمر لين تدري يا ابو عبد الله يا طراء الخمر الله عز وجل حلال عند الله في الجنة. الله يلقاه في الخمر. بعض الناس حرم نفسه في الدنيا عشان يلقاه في الآخرة، ومن يشربها في الدنيا لا يشربها في الآخرة إلا إذا تاب. الله عز وجل قال في خمر الآخرة، قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يزفون. ما في صداع، ما في صداع، ما في ألم بطن، ما في غثيان، فيها شيء. يعني خمر الآخرة ليس كخمر الدنيا. هي جنة طابت وطاب نعيمها ونعيمها باق وليس بفاني. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. تخيلوا في الألف ما ينال الجنة إلا واحد. ففضل الله واسع، الله جعل بين يدينا خيرات، الله جعل بين يدينا منافذ لرحمة الله. واليوم منفذنا جمهورنا وإخواننا وأخواتنا هالأيتام، الأيتام اللي فقدوا آباءهم تحت سن 15 سنة. الأعياد تلو الأعياد، عيد الفطر عيد الأضحى، عيد الفطر عيد الأضحى تجيهم ولكن ما عندهم قدرة يلبسون، ولا عندهم قدرة يستمتعوا مع الناس، ولا عندهم كسوة شتوية ولا صيفية، ولا ما لهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم هالجمعيات اللي وضعتها الدولة مشكورة لأجل أن نقف معهم كثر خيرهم، هالجمعيات اللي هم يقربون إلى الجنة ويقربوننا إلى الجنة اللي حنا راح نكون مرافقين مع محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين مرافقين معه. حوار الجنة وصفة الجنة ذكرها سالم الله يبيض وجهه من خلال كلام الله سبحانه وتعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت بالجنة ترى إحنا الآن جالسين ندعوك إلى الجنة عن طريق هاليتيم اللي إحنا بنكفله، فتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجنة كهاتين. فإذا كنت مرافقا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الجنة كهاتين معناها أنت في الجنة ولا في النار؟ في الجنة. في الجنة. ليش التأخير؟ في تبرعات يا سالم، في اتصالات يا مخرج. أبو عبد الله والجمعية الآن بسلك لي تبرعات عندي بس لا إله. تعليقكم يا شباب لين نلقى سالم التبرعات. خالد السهلي وش بتقول؟ جاهز يا بودي عن الوقت وعن اليتيم. اللخم اللخم خالد. ايوه كان موجز هو يفكر خمر الجنة. خمر الجنة الله يجزاك خير. يقول تصدق واجعل ربي يجزاكم بالخير. ما عليك منهم هذا اصدقاء السوء، ركز معي وخليك منهم. تصدق الله يجزاكم بالخير. الواحد يعني يسوي شيء لاخرته، لأن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى والرزق بيد الله سبحانه. يا سلام. اليوم أنت غني بكرة أنت فقير بيد الله، العلم كله بيد الله. صحيح. فتصدقوا شيء يفيدك في آخرتك، لأن الواحد ما يدري متى الله يأخذ روحه. هذا قال أعمارنا طوال لن تور المشاهدين. آمين. وصك كفالة اليتيم، هذا الصك كفالة اليتيم في ميزة زي ما تقول ترى النفس اللعب عليها. واضح أقول لكم الصراحة. صح. النفس اللعب عليها لما أنك تأخذ الآن أخوي وأختي صك كفالة اليتيم من الجمعية يرسل لك إياه في الواتساب باسمك، تأخذ الصك وتحفظه. وبعض الناس يبروزون يحطونهم في غرفهم، وكلما دخل غرفة النوم ولا الصالة ولا في الدولاب وشاف صك كفالة اليتيم واسمه موجود يشعر بأن حقيقة سيرافق محمد صلى الله عليه وسلم في النفس كذا.
وتتذكر يوم بعد الآخر عندك صك كبلة يتيم. وأيضا أسعد الآخرين ببطاقات إهداء من جمعية أسفل الشاشة، تواصل معهم مباشرة. وللتبرع يا جماعة الخير ترى الكود والباركود الآن أسفل الشاشة، عندكم باركود خاص بتبرع بأمان عشان تعرف مدى صلاحية وترخيص الجمعية، ولهم الصلاحية بجمع التبرعات على شاشة قناة بداية وأيضا في السوشيال ميديا وعلى يسار أعتقد أو موجود عندك مكتوب هنا تبرع أو للتبرع هنا الكود. صوره تصوير عادي مثل ما تصور أي إنسان ولا شيء، صور الكود وتدخلك مباشرة على المتجر وتبرع. ضع مكتوب عندك أيقونة 150 عن نفسك، 250 عن والديك، 350 هو السهم الشامل اللي احنا نتكلم عنه، وتحت أيقونة مكتوب المبلغ اللي أنت بيه. اكتب 350 اللي هو السهم الشامل وافرح واسعد من تحب. وابشرك يا ابو عبد الله وانا بفرحك ان شاء الله، بفرح الشباب اللي عده تبرعات عطناها. 350 من زينه القحطاني، 350 من سعيد سعيد الشهري السهم الشامل الله يجزاهم خير، اي 350 ام هادي الحميح عن جنتها الله يطول في عمرها ان شاء الله على طاعته، جنتها اللي امها اي امها اي 350 ابو سعود، وادعو لزوجتي وابنتي بالشفاء العاجل، اسال الله عز وجل يشفيها ويعافيها. تبرعات كثيره ابو عبد الله، بس انا ابغى ارسل رساله ان رمضان، لا عفوا رمضان روح العيد العيد صرفت قلت رمضان مضى وسيقبل علينا ساعه مستفيد يا ساعه رمضان راح، لكن عيد الضحى، عيد الضحى جاي في اي كلام الضحى بكره الصباح الشباب انا جالس دعم لا كمل قراءه تبرعات كمل لا والله صحيح رمضان عيد الله ايوه تبغى السعاده خذ رقمي تبون تبرعون تحت الشاشه طيب بتكلم العيد جاي وترى فيه فقراء وايتام ترى والله انهم يحتاجون يصبحون كل شخص منكم بيصبح بملابس جديده وسعاده الملابس هذه صباح العيد ترى مختلف تذكر في يتيم وفقير ما عنده مثل هذه الجمعيه ترى توفر انك تسعد يتيم وانت بتصدق هذا ترى انه فيها عده نوايا وعده تجارات مع الله عز وجل يا سلام اسعاد يتيم ادخل السرور على قلبه ادخل السرور على والدة هذا الطفل هي عده نعم وتوافيق من الله عز وجل والله العظيم لو نحسب عمرنا الحقيقي في هذه الحياه ما تتجاوز ساعه فهذه الساعه اترك لك شيء لا طاعه اي والله جزاك الله خير ترى الوقف هذا اسمه وقف الايتام والفقراء هو خاص بالأيتام وكذلك الفقراء، الفقراء الناس اللي ما عندهم قدرة اللي لا يجد أحيانا ربما قوت يومه فهنا الفقير يحتاج أيضا الوقوف في وقف في مكة المكرمة فاليتيم هنا والفقير هنا ومفرج عن مؤمن كربة فرج الله عن كرب الدنيا والآخرة أنت في يوم من الأيام الله اليوم الله معطيك عندك براند عطورات عندك براند مناديل عندك براند مثال يعني بعدين شفت المندي قدامي عندك براند كذا ف الله بيرزقك جالس يرزقك الله لأنك طلعت في الإعلام وظهرت وما شاء الله صار عندك جمهور صار عندك مبيعات الله أعطاك رزقك هذا لكن ربما هناك أناس آخرين ما أعطاهم الله مثل ما أعطاك كلمكم عن أنفسكم عنكم يا شباب وربما قوت اليوم ما يجده صح ولا لا فهذا ليش إحنا دام الله سخر لنا هالمكان وهالشاشة زكاة ظهورنا على الشاشة إن نذكر الناس بالإنفاق والصدقة للأيتام والفقراء يعني ان نشارك لهم وندعمهم ونوقف معاهم حتى يكتمل وقفهم ونسعد والجمعيه اللي من طلب انه يشوف العماره اللي الجمعيه الان قائمه على بناء ترى المعلوميه جمهور ترى الان الجمعيه انا طلبتهم امس يجيبون لي صوره العماره بفيديو ان شاء الله بكره بعد بكره تكون موجوده معي في حلقتي او حلقه سالم ونطلع لكم مبنى قدام عيونكم تراهم بدوا ما ادري في الدور الاول والثاني والثالث بدوا بس الان باقي لهم 6 مليون ريال علشان يكملون المبنى كامل 6 مليون ريال هذه يوه. انتم شفتوا الارض قدام عينكم وشفتوا البنيان قد بدأوا فيه زين تعرفون انهم الان ما لهم الا الله ثم انتم هم ناخينكم هالجمعيه المباركه جمعيه البر الخيريه بالجديده ترى 350 ريال بس العماره والمبنى اللي اشوفه قدامي وقدامكم الايام الجايه راح نشوفه اعرف بانك انت مشارك ب 350 ريال قيمه بلوك بلوكتين ثلاث كسمنت حديد مدري ايش ترى كان جزء لا يتجزا من هالمبنى الكبير ورحت مكه أرسل للجمعية بيردون عليك قل أعطوني بالله اللوكيشن حق الموقع هذا ودي ملا عيني إني أشوفه وأوري عيالي أو أشوفه وأقول اللهم لك الحمد إن هالمبنى اللي قدامي الآن شفته شاركت فيه أنا شاركت فيه 350 والله إنه شعور عظيم وشعور تفتخر فيه مدى الحياة وتشعر مباشرة بأنك مرافق مع محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين ومنه مضمون لك وعن رحمة الله لأن الله إذا حب العبد وقبل عمله ترى جعله يستمر مثل الأعمال الطيبة بعض الناس يقول ما تصدقت أمس قبل أمس لكن الله اليوم جعلك تتصدق مرة ثانية ترى الله جالس يخليه في ديمومة وفي استمرارية للأعمال الطيبة عمل طيب ورا عمل طيب عمل طيب ورا عمل طيب فإن الله يحبك وجالس يقبل أعمالك ويجعلك تكمل أعمال طيبة يوم بعد الآخر فالله يكتب أجركم ويحرم عن وجهكم النار والديكم ومن تحبون يا مشاهدينا الكرام يا حضور
احنا نتعامل مع الله والله كريم وراح يرزقنا ويبارك لنا 17,000 واحد منكم اخواني واخواتي ونحن منكم من 350 ريال اللي هو السهم الشامل عنك وعن والديك واهلك ومن تحب واسرتك وعن نفسك يا زينه لو بدرنا وسعدنا الجمعيه عن طريق الكود نصوره ونروح المتجر نتبرع او الراجحي نروح تطبيق الراجحي تكتب تضغط التحويل جمعيه خيريه تكتب فوق جمعيه البر الخيريه بالجديده يجيك حساب العام ايقونه الحساب العام اضغط عليها وعندك وقف اليتيم تشارك فيه وتبادر واسال الله ان يخلف عليكم خير وانتم تتعاملوا مع الله ومن تعامل مع الله اكرمه ورزقه وزاده من واسع فضله الجبور وعدناهم ب 300 ريال هديه من تخلي يسحب انا ودي خالد السهلي صراحه خالد يلا لان مبادرته عن والديه اسعدتني وعلمه غانم وانا احب من يبر في والديه سواء كانوا احياء او امواتا خالد على جوالي خالد اي معي طيب ادخل سوق القريه 23 واعطينا جواب من هو الصحابي الملقب بسيف الله المسلول والجواب الصحيح هو خالد بن وليد 300 ريال ستقدم من سالم بن سعيد الله يبيض وجهه للجمهور الكريم خالد سريس يلا سحب عشوائي بطريقه ذكيه رائعه جميله بسم الله توكلنا على الله 3 2 1 ووقف من طلع قلنا سالم خالد بن وليد الخالد السهلي لا لا يكون هو والله لا لا والله صادق والله انه سوى انا خالد ايش تصدق من هو انت ولا غيرك لا لا ران ران خالد الوليد وخالد السهري اي ران اه ليش راح خالد السهري اي اي ليش راح خالد السهري ان شاء الله تبارك الله ران خلاص صور الشاشه وسري ايش اسمه ران ها صور الشاشه تحيه ران الف مبروك يا ران المبروك 300 ريال باذن الله تصلك ان شاء الله وشكرا لكم يا شباب متفائلين الوقت يكتمل وقت رمضان جميل جديده 17,000 واحد يا الشهراني ابغى اسمع منك رساله وش تقول ل 17,000 واحد الان يشاهدوننا من 350 ريال يكتمل الله عز وجل يقول وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم موت فيقول ربي لو اخرت الى المسمى الى اجل قريب فصدق واكن من الصالحين امنيه كل ميت الان انه يرجع الحياه مو عشان يسلم على ابوه وعلى الله عليك الله عليك امنيه كل ميت انه يرجع الحياه عشان يتصدق اجر عظيم جمعيه الايتام الايتام ذولا بيكبرون يجون ايتام غيرهم والاجر قائم الى قيام الساعه فاهيب الجميع بالصدقه بيض الله وجهك ما شاء الله تبارك ختامها مسك معك الله يطول عقلك شكرا لكم يعطيكم العافيه شكرا مشاهدينا في امان الله يعطيكم العافيه بيض راجل الله يطول عمرك والله احنا